والله خلينا برضو يعني نعترف ان جماعة الحشاشين هي اكتر جماعة في التاريخ الاسلامي تعرضت للتشويه. بسبب ده حلو قوي. هتقولنا صورة حسن الصباح كده. الحاجة الاولى طبعا لما اتكلم عن الحشاشين هتكلم عن مؤسسة طبعا حسن الصباح. وبالتالي اسقاط على ان تعرض هذه الجماعة للتشويه هي ينصب برضو على حسن الصباح كمؤسس للجماعة. ليه بقى؟ ليه؟ السبب الاول طبعا ان احنا عندنا رقم واحد المصادر المتعلقة بتاريخ الفرقة اللي هم الحشاشين غير موجود. غير موجود. يعني لما دخل هولاكو الى القلعة ألموت وأنهى هذه الجماعة كان معاه مؤرخ يسمى الجويني. الجويني لما دخل كان في مكتبة كبيرة جدا طبعا كانت موجودة في القلعة. وخلينا نعترف برضو بأن للأسف شخصية حسن الصباح فيها برضو بعد مشرق عشان لا نظلم الرجل ونعطي حقه. هو رجل عالم ورجل مفكر طبعاً. ورجل شاعر ورجل إلا ما كانش قدر يوصل للتأثير الضخم ده إلا لو ما كانش بالشخصية دي طبعاً وده لم يهمله المسلسل جداً. يعني ما كانش قدر يبقى عنده قدرة الإقناع دي. هل الصور المتداولة دي هي صور تقريبية طبعاً. لكن الصورة دي لاحظنا أن هي منتشرة بشدة. الصور تقريبية لكن ما عندناش حتى مرجع للرسم. لا طبعاً أعتقد صور تخيلية كلها سواء ده أو نظام الملك أو الخليفة المستنصر كلها صور تقريبية وده صور تقريبية. نعم. طيب فحضرتك بتقول لي ان اول حاجه مؤكده انه المغول لما اكتسحوا القلاع بتاعته دي كان في مكتبه موجوده في قلعه في القلعه. هذه المكتبه كانت بتضم كتب مهمه جدا في شتى انواع المعارف. بنتكلم في الفلسفه في الفلك في الطب في الشعر في الادب في غيره. لكن للاسف تم القضاء على هذه المكتبه ودي عاده كانت للاسف موجوده في العصور الوسطى وهي ان المنتصر لما بيدخل الى بلد او مدينه المهزوم كان اول حاجه بيقضي على كل هويته كل ما يتعلق بدور المغول يعني لما بياتوا على الاخضر واليابس. من حظنا الحسن ان المؤرخ الجويني اللي كان بيصحب هولاكو في هذه الرحله استاذن هولاكو ان هو يطلع على هذه المكتبه وياخذ المفيد منها. وهو كتب نفسه وقال انا وجدت فيه عندنا سيره ذاتيه املاها حسن الصباح على بعض اتباعه اللي هي تسمى بسيرة سيدنا أو تاريخ سيدنا أو ماضي سيدنا أيا كانت الترجمة. طبعا كتبت باللغة الفارسية. يعني كان في كتاب فعلا كان في كتاب لحسن الصباح أملاه بنفسه اللي طلع عليه الجويني ونقل هذا الكتاب في كتابه اللي هو تاريخ فاتح العالم. طبعا هو بيشير إلى هولاكو يعني. وضمن هو بيتكلم على تاريخ فاتح العالم تعرض بقى للقلعة وحسن الصباح وتاريخه وقال والله أنا طلعت على هذا الكتاب وبدأ يحكي سيرة الحسن الصباح من البداية إلى النهاية. هذا هو المصدر الأساسي اللي احنا بنعتمد عليه. حتى كل من أتى بعد الجويني نقل هذه الرواية عنه سواء يعني يعني ابن الأسير ابن كثير الذهبي غيرهم من المؤرخين الكبار نقلوا هذه. وبالتالي أصبح عندنا رواية وحيدة نقلها الجويني. برضو الجويني رواية وحيدة احنا لكن في تقريبا انا قريب برضو انه الرحالة الايطالي الشهير ماركو بولو هو طبعا كتب عنها بس كتب عنها فانتازي ولا صحيح. كتب عنها حقيقة؟ لا هو طبعا ماركو بولو هو يعني رحالة بيتميز بالخيال الخصب جدا. وطبعا هو دخل القلعة بعد 200 سنة من دخول المغول ليها وما عاصرش ولا شاف لكنه سمع. والغريبة طبعا ان المجتمع الاوروبي في هذه الفترة كان بينظر الى جماعة الحشاشين نظرة الجماعة الإرهابية الجماعة التي تتبنى الاغتيال السياسي وجماعة منظمة جدا عن طريق الفدائية أو الفدوية. وطبعا هو عارف أن الحشاشين نجحوا في اغتيال شخصيات مؤثرة جدا حتى داخل المجتمع الصليبي يعني ملك بيت المقدس نفسه اغتيل على ايد الحشاشين. ما دي بقى النقطه عايز اتوقف معها. هو الاغتيالات اللي احنا شفنا اغتيال ملك شاه اغتيال نظام الملك وبعض الخلفاء العباسيين الخلفاء الفاطميين لكن بقى احنا لما من يتعمق في السيره نلاقي ان هم حاولوا يغتالوا صلاح الدين طبعاً وخلفاء المسلمين ويعني مين ابرز تاني الاغتيالات؟ لا عندنا يعني في البعض احصى اكثر من 70 او 80 شخصيه تم اغتيالها على ايد الحشاشين. في طبعا الشخصيات المعروفه يعني حاولوا يغتالوا صلاح الدين طبعا ده شيء غريب جدا. هو طبعا الجماعه دي كانت بتتعمد ما يسمى بالتنظيم السري. التنظيم السري ان كان بيتم تربيه الافراد على الايمان بالشخص نفسه الحسن الصباح ومبادئه وكان طبعا بيعتنقوا فكرة التكفير المخالف. وده أكبر مصيبة كانت تعاني منها الأمة على مدارها التاريخ. بل خليني أكون منصف وأقول إنها عانت منها البشرية بشكل عام. يعني قضية التكفير المخالف هي قضية
تتعلق بالتاريخ البشري ليست فقط حكرا على بعض الفرق الإسلامية. فتكفير المخالف كان بيعني استحلال دمه، وبالتالي الفدائي من وجهة نظر هو طبعا اللي كان بيتجه لاغتيال هذه الشخصية كان بيعتقد ويؤمن إيمان جازم أنه يعمل عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى باغتيال هذه الشخصية، بل يخدم الإسلام من خلال هذا الاغتيال. وده داعش طبعا، هي يعني هو خط طبعا خط سيظل طبعا خط تاريخي طبعا مستمر، الفهم الخاطئ للنصوص. وطبعا يعني خلونا برضو عشان طبعا يعني اي واحد بيتابع هيلاقي كل ثقافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، الفرقة الناجية، الولاء والبراء، الثقة والطاعة العمياء، كلها أسس ومبادئ هي تكاد تكون واحدة على مدار التاريخ.